يستطيعون قتل حتى جاهل بعد كبير. كم عمرك؟ أنا لا أعرف، فقد أنا لا أعرف، أحيانا أنسى عمري. هل أنت تحب الجيش العراقي؟ أحبه طبعا. لماذا؟ السبب لأنهم زول عنا داعش، ولأنهم قتلوا داعش وأنقذوا المنطقة. احكي عم احكي، شو تريد تحكي احكي. حسنا، داعش مجرمون يقتلون الناس، يستطيعون قتل الصغار ولا يهتمون. الناس الذي عندما كان داعش موجودين سببوا للناس مشاكل، لن يعطونا الا موارد، الا طعاما فاسدا، ولن نستطيع تحمل داعش. انهم سيئون ومجرمون، لا يهتمون الناس، يكرهون الناس، وهم حتى لا يبالون لمعاناتهم. والجيش يهتمون وهم أبطال، أنقذونا من داعش المجرمين. يعني أنت تحب الجيش؟ لأجل لأنهم أبعدوا عن داعش، ولأنهم أبطال، ولهذا الناس تحبهم، ولهذا داعش لا يستحق مصيرهم أن يقتلوا وأن لا نراهم مجددا، ولا يستحقون أن يعيشوا، يستحق أن يموتوا، وأن يستحق الجيش أن يعيش، وأن يستحق ما يساو من الأشياء على انتصاره، ولأنه سوف يعاقبون داعش ويقتلونهم، لأن الجيش أذكى وأقوى من داعش، لأن الجيش لهم خطط. شو اسمك أنت عمو؟ عاصم محمد حسين. أنا الولد الصغير الذي يتكلم فصحى عندما خلقت. يعني أنت من جيت للدنيا تحكي هيجي؟ أجل، هذه لغتي الوحيدة التي أتكلمها، ولا أحد يتحمل داعش. مجرمون. لماذا مجرمون؟ إنهم سيئون، يقتلون الناس، يأخذون منهم منازلهم، ولا يهتمون للناس. ماذا عملوا؟ إنهم يقتلون، قتلوا شخصا بالسوق عندما أخفوا وجهه ووضعوه على البكم وقيدوه هكذا وغلقوا وأخفوا وجهه كي لا يعرفه أحد، إذا كان أحدهم يعرفه فأخفوا وجهه كي لا يروه الناس. لماذا قتلوه؟ لأنه ماذا فعل؟ السبب لأنه حكى عليهم فما قتلوه، لأنه لن يتحملهم فما قتلوه، لأنه حكى عليهم. أنت أبوك يحكي هيجي نفس الحكي؟ لا، أنا الوحيد في العائلة أحكيها. أنا الذي أحكيها في هذه العائلة. فقط أنا الوحيد. في المدرسة؟ أنا أتكلمها، لكن هذه اللغة إنها لغة مختلفة عن العراقية. شو اسمها اللغة؟ الفصحى، وهي لغة القرآن. الله سبحانه الله.